النعيم الحقيقي إنما هو في طاعة الله سبحانه وتعالى. أتذكر أنني مرة زرت أحد العباد الصلحاء، أحسبه كذلك والله حسيبه، وقد توفي رحمه الله، وهذا الكلام قديم. زرته في بيته وهو بين أربعة جدران من 4 سنوات ما يخرج، ويذكر عن أنه يعاني من أمراض عديدة. فسألته عن حاله، قلت كيف أنت يا أبا فلان؟ قال لي بالحرف الواحد: والله إنني في سعادة ما أظن أحد في المملكة مثلها. هكذا، هذا لفظه، قال: والله إنني في سعادة ما أظن أحد في المملكة مثلها. وهو بين 4 جدران وعلى سرير المرض وفي معاناة من المرض. خذ شاهدا أقوى من هذا وأعجب. الإمام بن سعدي رحمه الله تعالى، رسالته التي نفع الله سبحانه وتعالى بها خلقا، والتي أسماها الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، كيف تسعد، كيف تظفر بالحياة السعيدة، هذه الرسالة من أولها إلى آخرها كتبها على سرير المرض وهو في ألم شديد في رأسه، حتى إن الطبيب كما حدثني ابنه بذلك كان منعه من القراءة والكتابة لأن رأسه ما يتحمل من شدة الألم، ومع هذا الألم يكتب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة.